ما شاء الله عليك يا سلامة، ويا هالمسلسلات من الفطور للسحور. هي. شو بتسوين باكر في الدوام؟ ها؟ منو اللي يقول إن نومنا لازم يتخربط في رمضان؟ بالعكس، نقدر نصوم ونفطر ونتسحر ويكون نومنا جدا طبيعي. هي. بالزمان الأول كانوا الناس يناموا من عقب صلاة التراويح وينشون عقب للسحور وصلاة الفجر، أما الحين في المجتمع تغير، ومع زيادة المسلسلات والطلعات والمولات المفتوحة لين آخر الليل صار السهر جزء ما يتجزأ في رمضان. أما أكبر مشكلة تأثر على النوم هي الإفراط في أكل الطعام، سواء على الفطور أو السحور، خصوصاً في وجود الأطباق الثقيلة والمقلية والحلويات اللي كلها تسبب ارتفاع في نسبة الأحماض في المعدة وارتجاعها في المريء، وزيدي عليهم شرب القهوة والشاي، فكيف الواحد ينام عند كل هالمشاكل؟ ولا تتوقعين يا سلامة أن النوم في النهار بيحل مشكلة النوم في الليل. النصيحة هي غفوة صغيرة خلال النهار وساعات نوم كافية في الليل، ونتجنب القيلولة عقب الفطور على طول. مبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.